من كوخ صغير في ولاية كينشاسا إلى أكبر وأهم القصور في محافظة جبيل. كيف استطاع آل الظاهر الحفاظ على عراقة وتطور العائلة من الجد الأكبر وحتى أصغر فرد من أفرادها؟ عجائب كثيرة وأسرار لم تكشف بعد عن إحدى أهم العائلات عبر العصور. ولادة المعجزة. في الشهر الثالث من عام 1792 ولد إيمانويل سالم الملقب بأبو ظاهر، الجد الأكبر لآل ظاهر. ويبدو أن ذلك الطفل الصغير المولود لن يبقى صغيرا بكل، فقد فاجأه الشمس ليتحول من تاجر حي الله في أصغر أحياء ولاية كينشاسا إلى أحد أهم المقرشين الذين عرفهم التاريخ. ما هو السر الجديد الذي لم ينكشف بعد؟ كل ذلك في الحلقة القادمة.